لكم. بهذا الفيديو رح اورجيكم السيت اب تاعي من اول يوم بلشت فيه لحد اليوم، وهذا الفيديو برعاية كاسبرسكي. 1 2 3 ليتس جو. إذا كنت مفلس خالص خالص وما حدك شكني ولا الكزمة البيتة اللي انت لبسيني. زمان كنت أشتغل 12 ساعة وأطلع 200 دولار بالشهر، اليوم صرت أشتغل 24 ساعة وممكن أطلع 10,000 دولار بالشهر، يمكن 0 دولار؟ البداية بالمرة ما كانت سهلة، السيت اب بتاعي كان عبارة عن لابتوب ما فيه كبسة باور، عشان يشتغل كان لازم يضل بالشحن 24 ساعة، وإذا فصل الشحن عنه بيطفي. هاي البداية كانت عبارة عن سنة، واليوم عندي سيت اب يقدر ب 5000 دولار، وهذا السيت اب قدرت اعمله بسنة واحدة بس. بس على فكرة لا تستهين ابدا باللابتوب ابو كبسة، او ما كانش في كبسة، اللابتوب اللي بدون كبسة هيك ازبط. هذا اللابتوب خلاني اجيب هذا الدرع، وهذا الفيديو رح احكي لكم بالتفصيل كيف قدرت اوصل لهون، ورح نروح بجولة سريعة بالسيت اب تبعي. طبعا الكل بتوقع انه البدايه كان عباره عن ترايبود فخم زي هيك احط الكاميرا عليه. نا البدايه كانت من هون، هذا الترايبود اللي قعدت 3 سنين او سنتين مش عارف لليوم بعدني بصور بهذا الترايبود تاع الكاميرا. عندي موهبه القراءه، موهبه هوايه اتوقع. كل قطعه بهذا السيت اب كان لها قصه معي، عاشت مشوار طويل عم بختصر لكم اياه في هذا الفيديو. الكيبورد كان له قصة معي، هذا أول كيبورد أنا اشتريته في حياتي صراحة، أي نعم مغبر بس صدقوني بعز علي. ولا ننسى المكون الرئيسي الكيبورد، كيبورد بضوي صراحة، الصوت تاعه طرب، اسمع الصوت حسوا فيه ميكانيكال بنفس الوقت صوت سوفت. هاي كثير كيوت، والإضاءة جاي من جوا، فهذا الإشي جدا عاجبني في موضوع إنه الكيبورد هيك يعطيك الإحساس إنه الكيبورد غالي وبنفس الوقت سوفت هيك، يعني إنه بسيط جميل. وعدا هيك كمان هذا الكيبورد بقدر أتحكم بألوانه بس من خلال هاي، وبقدر أتحكم إنه يطفي يضوي من خلال هدول الكبسات. صح الكيبورد رائع، شايفين هاي القطعة الصغيرة اللي ركبتها هلا؟ كمان من إحدى المميزات الرائعة بهذا الكيبورد إنها كثير بتساعدني بالستريم. الكيبورد تكسر، وجاهزين تشوفوا العملاق. هذا العملاق معي من اول يوم بلشت فيه السيت اب لليوم، ما غيرته. تخيلوا، انا بعرف انه الماوس له عدد كبسات بعدين بموت، انا خايفه انه يموت، بليز لا تموت. وعلى فكره مواصفات البي سي تاعي ابدا مو عاليه، جي تي اكس 1660 سوبر، رامات 16، المعالج كور اي 5 الجيل العاشر، باور سبلاي 650، اس اس دي 2 تيرا بايت، وعندي شاشتين. وعلى فكرة زمان كان عندي سؤال، ليش صانع المحتوى لازم يكون عنده شاشتين دايما؟ ولما صرت صانعة محتوى عرفت ليش صناع المحتوى بيحتاجوا شاشتين. وإذا أنت بتعمل إيديت زي ما أنا بلشت وزي ما أنا لهلأ عم بعمل، كتير الشاشة الثانية بتساعدني لحتى أقدر أعمل إيديت. وهاي هي الشاشة الثانية الموجودة عندي، هاي الشاشة القديمة اللي كنت أستخدمها، كانت 24 إنش وما كانت جيمنج، كانت تقريبا 5 أم إس. وعلى فكرة أنا لليوم لساتني عم ببني السيت أب، اللي بفكر إنه الموضوع خلص خلص، لا، أنا لحد الآن من أسبوع لحتى قدرت أشتري ستاند مايك زي هيك لحتى تقدروا تسمعوا الصوت واضح. ثانك يو أيها الستاند الجميل، ارجع مكانك. شايفين هذا البيب الصغير؟ هاد من أهم مكونات الإضاءة عندي صراحة، بدونه الإضاءة بتطلع أبدا مو حلوة. شوفوا لا يغركم الحجم، هاد تقريبا من اوائل الاشياء اللي اشتريته في السيت اب ولليوم مو قادر استغني عنه. وزي ما حكيت لكم انا عندي كاميرتين للتصوير، هاي الكاميرا القديمه والكاميرا اللي عم بصور فيها هلا. صراحه ما كانت سيئه، كانت كتير كويسه، كانت 1080 ب 60 فريم، فكانت طفي بالغرض في هداك الوقت، بس للتطوير ضروره. التطوير اللي انا حاليا قاعده بصور لكم فيه، الكاميرا الجديده اللي قاعده بصور فيها حاليا، صراحه فيها كثير مميزات انا ما بعرفهم لاني انا ما بعرف بالكاميرات كثير، بس العدسه اللي فيها كثير كويسه وبتعمل زوم ان وزوم اوت لحالها وفيها فلاش. انا كثير بفهم بالاشياء هاي صح؟ كل اللي عملته لحتى قدرت اوصل لهون واعزل الغرفه ويصير في عندي شاشات ويصير في عندي مكتب بدل هذا المكتب. على فكره هذا كنت استخدمه زمان، بعدين جبت هذا المكتب. كل ديكور بالسيت اب بيحكي لك قصه
شكل. مثلا هذا اسمه بندودي، هاد من البداية معي، هذا من 100,000. تعب كثير معي. شركات كثير قدرت أتعاون معها، ومن ضمنهم ريد بول ونصر، هم اللي ساعدوني أتعاون مع نص شركات العالم اللي أنا بعرفهم حاليا. وفي عنا سبونسر جديد، وشايفين كل هذا اللي حكيت لكم إياه، 400,000 على يوتيوب، المليون اللي عندي إياهم على تيك توك، ممكن بدقيقة هيك بلحظة يطيروا. خليني أحكي لكم كيف كان ممكن أخسر كل شيء. قبل شهر أنا كنت مستهينة في موضوع أمن المعلومات، مستهينة إني أأمن قناتي، مصدر دخلي، حسابي على تيك توك، حسابي على يوتيوب، حسابي على الإنستغرام. كان الموضوع بالنسبة لي إنه عادي، إنه بفتحش على روابط وخلص. لا، موضوع أكبر من هيك. أي شيء ممكن تنزله أنت من الإنترنت، فأنت هيك عم بتعرض جهازك لخطر الاختراق. ومش أنا طبعاً اللي بحكي هاي المعلومات، هذا الحكي موجود ومثبت حالياً. في كتير ناس مهندسين ومبرمجين عم بيقولوا لك اليوم احنا في الزمن الهاكر وصلوا لدرجة انه اي شيء انت بتعمله على الانترنت من تنزيلات لو مجرد صورة فانت فعليا معرض انك تتهكر. وانا بالنسبة لي اني اتهكر يعني انا انتهيت. هذا الشيء مش اعلان على قد ما هو فعليا انا كنت محتاجة اني اوعي نفسي في هذا المكان، اقول لحالي كيف ما كنت عاملة امان للجهاز تاعي، كيف كنت انزل العاب عادي من اي موقع، ما كان يفرق معي. حسيت بكمية خطر مو طبيعي. قبل شهر اجاني اتصال من ادارة مصر، قالوا لي انه احنا تعاوننا مع كاسبرسكي. بهذا اليوم سألني المدير انت ايش عندك حماية على جهازك، شو البرنامج بتستخدميه؟ انا قلت له ولا اشي. كان الموضوع جد محرج. قال لي فيه نظام حماية بيحمي لك جهازك كامل، وعدا انه بيحمي لك جهازك، يعني هاي قصة اخرى انه بيحمي الجهاز. قال لي انه بيخلي جهازك اسرع على 10 مرات مما هو عليه اليوم، يعني بيقدر يفضي لك كل الملفات اللي معفني اللي انت مش محتاجتها، يعني كمان بريح البي سي تاعك انت كيف ما بتستخدمي برنامج حماية. بس فهمين يعني كان 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 تشوك بالنسبة له. احلى شيء عجبني بهذا البرنامج، يعني هو مش بس انه وقف على موضوع الحماية، انه فيه اسرع في بي ان بالعالم صراحه. وعن تجربه انا جربت الفي بي ان تاعهم، جدا سريع، ما ببطئ ابدا من مستوى الداونلود والابلود والاشياء هاي، بالعكس اعطاني ستيبل كونكشن رهيب. واكبر دليل لايفات التيك توك اللي عم بعملها مؤخرا. واخر شيء بدي احكي لكم اياه، انت بس اللي بتقدر انك تخلي الدولار 10,000 دولار. انا معي 10,000 دولار، بس ان شاء الله يصيروا معي. قبل ما ننهي الفيديو يا جماعه الخير، بدي اذكركم انه كاسبرسكي عامل عروض جدا رائعه. استغل الموضوع واحموا اجهزتكم، لانه عن جد الفيروسات بتدمر الجهاز، بتضيع تعبك اللي اشتغلت عليه كل هذا الوقت. فاللي بده يستفيد من هاي العروض ويحمل كاسبرسكي هلا راح تلاقوا الرابط موجود بالوصف. بس هيك بيكون خلصنا فيديو افضل سيت اب مع ريما. ما بعرف يعني افضل ولا مش افضل، انتوا قولوا لي.